كابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام المصرية السابق. مساء الفل يا كابتن توفيق. يا مساء الفل يا كابتن أحمد. أخبار حضرتك؟ أنا زي الفل حبيبي، ربنا يخليك. هتفتح قلبك؟ دايما بفتح قلبي مع حضرتك. دايما بتفتح قلبي. هو ليه الحكام عاملين مع بعض كده؟ يعني ليه الحكام دايما ما بينهم وما بعض مشاكل، وتشعر انه في حالة من الغيرة القاتلة اللي في النهاية بتوصلنا لكل الأزمات اللي احنا فيها دي؟ طيب اللي بره ولا اللي جوه؟ الاثنين. الاثنين؟ اه طبعا. ده بقت مشكلة كبيرة والله. الاثنين يعني انا عايز اقول يعني ممكن هتفق مع حضرتك في حاجات وهختلف معاك زي ما انت عايز. يعني دايما في كل مجال يا كابتن احمد الناس كلها بتتصارع على بتوع غيرة، وفي غيرة جميلة. منافسة جميلة والكلام ده كله، والغيرة محمودة، في غيرة محمودة وفي غيرة مش مقبولة. يعني أنا ممكن أشوف الكابتن أحمد في حتة كويسة جدا فبقى غيران إن أنا أوصل للمرحلة اللي وصلها الكابتن أحمد يعني. فبالتالي دي نقطة عندنا كانت مهمة جدا. إحنا كنا وإحنا صغيرين حكام كنا بنشوف قدامنا محمد حسام الدين، كابتن محمود عثمان، كابتن جمال غندور، بنشوف أجيال إحنا نتمنى إن إحنا نمشي جنبيها. ده صحيح. فدي كانت غيرة حلوة إن إحنا نوصل للحتة دي. لكن الوضع اختلف يا كابتن أحمد. السوشيال ميديا. بس من قبل السوشيال ميديا. لا والله صدقني ما زعلش يعني مني. انا موافقك، السوشيال ميديا لها دور كبير جدا. بالظبط. بس من قبل السوشيال ميديا، وانا قررت ان انا اتكلم معاك بكل صراحه وكل الحب. اتفضل. لا، الحكام ما بيحبوش بعض. يعني من قبل السوشيال ميديا بمنتهى الامانه، انا راجل في الملعب من سنه 81، اساسي من سنه 84، معتزل من 97، في الاعلام من 96، لحد دلوقتي في القصه دي، فعشرت كل الاجيال. هي زادت مع السوشيال ميديا صحيح، لكنها موجوده وبقوه حتى بين الحكام الكبار والشيوخ الحكام، مش هنقول اسماء لان معظمهم راح على دنيانا يعني، مش هيقدروا يدافع عن نفسهم، كانت موجوده وبقوه. يعني انا زي ما قلت لحضرتك، انت في حته بتبقى في حته غيره، وفي حته برضه بيبقى في حكم بيشعر ان هو اتظلم. يعني احنا برضه خلي بالك في نقطة مهمة جدا جدا يا كابتن احمد، وحضرتك كنائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم على في مدار سنين طويلة كنت مثلا موضوع القائمه الدوليه. وانت كنت عارف ما ادراك ما القائمه الدوليه. مصيبه مش كده برضو؟ والقائمه الدوليه دي الناس بتخشها ازاي؟ والناس بتعمل ايه عشان تخش القائمه الدوليه؟ خلينا نتكلم بكل وضوح. بتعمل ايه حضرتك عارف؟ لا قول لي. لا يعني كل واحد يعرف حد يعرفه يدعمه. طبعا. واعضاء مجلس اداره بيتدخلوا، وده بيتدخل وده بيتدخل. خلينا نتكلم بكل صراحه وبكل وضوح. فبتلاقي حكام بتتعب وبتشقى وبتعمل وتلاقي نفسها بره وفي ناس جوه. يعني انا هقول لحضرتك مفاجاه. اتفضل. انا عمري الحمد لله رب العالمين ما حقدت العهد، رزقي عند ربنا سبحانه وتعالى مقدره لي ونصيبي خدته. وانا راضي كل رضا الحمد لله رب العالمين. عارف حضرتك ان انا ما ترشحتش ولا مره للقائمه الدوليه؟ ولا مره؟ ولا مره. تتكلم جد؟ مفاجاه دي. انا عارف انت ما خدتش دولي بس ما ترشحتش ولا مره. ولا مره. تتكلم جد؟ رغم كم العدد اللي لعبته في المباريات. الاهلي والزمالك كتيره جدا. والله ولا مره. يعني ولا مره. فشوف دي مفاجاه. حضرتك يمكن ما تعرفهاش. انا عارف انت ما خدتش حكم دولي. صحيح. لكنه ما ترشحتش، دي جديده بالنسبه لي. لكن كان العظيم الراحل الكابتن محمد حسام كان بيعمل لي معامله الدوليين. ده صحيح. وكان بيقول لي كده انت حكم دولي عندنا. انت حكم بدليل ان انا في موسم من المواسم لعبت الدور الثاني كله. كله. ده هزيدك من شعر بيت. كان في مباراه مثلا الاسبوع مثلا ال 22 العب في الاسبوع ال 22 مباراتين. ياه. والله. كانت ثقته الحمد لله رب العالمين فيا. هو اللي كان بيرشح حكام الدوليين ما رشحكش ليه؟ لا انا لما جيت كابتن محمد حسام ما كان انا لما جيت كابتن حسام كان خلاص كان الفيفا لسه محدد السن يا كابتن احمد. ايوه. يمكن برضو مش عايز اظلم الكابتن جمال غندور والكابتن وجيه والكابتن شناوي، كانوا هم ماسكين اللجنه. وبعدين بلغوني ان انا اروح لجنه اللي انا هروح اعمل كشف الطبي بتاع القائمه الدوليه. فوجئت بمكالمه من الحاج نجد دمنهوري ربنا يديله الصحه، قال لي الكابتن جمال بيقول لك اجل هو. فكلمت الكابتن جمال قال لي خليك السنه الجايه ان شاء الله انا هحطك في حته كويسه. كانت نيته كويسه الحقيقه يعني. فجاه الفيفا نزل سن الترشيح. لو حضرتك فاكر. ايوه صح. فبالتالي راحت. فانا حتى قلت له ساعتها طب حطني خماسي، حطني شاطئي، حطني اي حاجه بحيث نعمل ايه؟ ننقل. سويتش. سويتش ننقل. فقال لي لا خلينا بس كده انا مرتب لك حاجه كويسه. فما كانش فيه نصيب. لكن الحمد لله كابتن جمال غندور برضو كان مباراه الاهلي والزمالك برضو نفس الشيء. كابتن حسين فهم الله يرحمه نفس الشيء، كابتن محمد حسام نفس الشيء. الحمد لله انا راضي كل الرضا عن كل. فهي عايز اسالك سؤال. اتفضل. وهتجاوبني بصراحه. اكيد. البعض
بيتهمك انك اهلاوي وانه في تحليلك تميل دائما وابدا الى انصاف النادي الاهلي وانك بتيجي على نادي الزمالك. شوف بقول لك الكلام ده في لا لا صحيح النادي صحيح طبعا البعض بيقول هذا الكلام. يعني انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، انا بحلل صوره يا كابتن احمد. نعم. يعني كل واحد فينا بيحلل صوره. انا حللت اللقطه او كوره مع حضرتك في احدى القنوات، من ساعتها انا ما رحتش القناه دي تاني عشان انا ما اعرفش ليه. وجهه نظر ما فيش مشكله تحترمه. نعم. كل واحد حر. نعم. انا هنا مثلا عندنا مباراه الاهلي وبيراميدز، انا الوحيد اللي قلت على لعبه وليد الكارت انها ركله جزاء، يمكن في كافه المحللين انا اللي قلت على لعبه وليد الكارت ركله جزاء، قلت ان من حق وليد الكارت انه يحافظ على كورته وانه ما ارتكبش اي مخالفه، وبالتالي انا شايف ان في ركله جزاء موجوده الحقيقه يعني. لصالح وليد الكارت. لصالح وليد الكارت انا قلت رايي. نعم. ده انا هنا ليه بصنف كده؟ كده انا بشوف حاله بحللها. انا كنت بحترم النادي الاهلي كتير جدا. نعم. بحترم نادي الزمالك كتير جدا، كل انديه مصر بحترمها. ومش بحلل مباراه الاهلي والزمالك بس. بس دايما مباراه الاهلي والزمالك تاخد حيز طبعا. انا ده شويه ده على فكره في ناس كتير بتصنفني زملكاوي قوي جدا. طبعا. وبتشتم على طول. انا لسه محلل مباراه الزمالك والبنك الاهلي، قلت الاثنين بنالتي بتوع الزمالك، مفيش ركله جزاء. انا قلت رايي مش بنالتي. نعم. قلت والزمالك له ركله جزاء، قلت الثلاث ركلات جزاء. نعم. غير صحيحة. نعم. والزمالك له ركلة جزاء لحسام عبد المجيد نتيجة. نعم. المسك الصارخ والمؤثر. نعم. هو الناس بس عايزة تاخده عايزة تاخده. أيوة. وفي بعض الناس ممكن تقول لك ايه اصل ده توفيق سيد عنده انتماء او بيحب النادي الاهلي. حكم اهلاوي وحكم زملكاوي. شوف يا كابتن، زمان واحنا صغيرين شيء طبيعي ان لينا انتماءات. ايوه مش كده برضو؟ مظبوط. لكن لما نيجي ننزل الملعب او حتى في تحليلنا او في شغلنا الكلام ده بيتفصل تماما. صحيح. لكن انا مع احترام وتقدير النادي الاهلي نادي محترم ونادي كبير، نادي الزمالك نادي محترم ونادي كبير، هو انا مش هحبهم اكتر من نفسي. نعم. ده شيء طبيعي جدا. فبالتالي ما اعتقدش ان في حكام عندها انتماءات، كل حكم عنده انتماء لنفسه. تعجبني كلمه سمير عثمان لما يقول الحكم حب نفسك. طبعا. رغم ان في ناس كتيره جدا اختلفت مع سمير في الكلمه. ده من احلى من احلى لكن الكلمه لما حضرتك تيجي بعد كده تستوعبها تلاقي كلمه جميله جدا. وسمير بيتكلم كلام محترم يعني. طيب. انا بس يحضرني ان انت كنت تقول ان الاعضاء بيتدخلوا عشان حكام دوليين وكده، دي قصه مشهوره ومشهوده ليا. والابطال احياء يرزقون باثناء كابتن سمير زاهر عليه رحمه الله. طبعا. تحسين ابو السادات كان الكابتن سمير كان رئيس اتحاد الكوره. كان شريف صلاح. بالظبط. والاثنين كانوا مساعدين، وهو كان شريف صلاح هو الاحق بالارقام. صحيح. وكان على رحمه الله كابتن حسين فهمي، فالكابتن سمير زاهر قال له تحسين ابو السادات بلدياتي وعايزه يبقى دولي يعني. فالكابتن حسين رشحه، جالي شريف صلاح كنت نائب رئيس اتحاد، شفت الورق لقيته على حق، طلعت انا احتراما للكابتن حسين فهمي قلت له، قال لي اصل التقارير من التقارير كان شريف شاطر جاب كل التقارير جدا. شريف طبعا شريف صلاح من المساعدين الرائعين. فقلت له مش هيتشال لانه حقه. فالكابتن حسين قال لي بس الكابتن سمير زاهر، قلت له حضرتك رئيس الاتحاد هنا، ولا كاب سمير ولا كاب شوبير ولا اي حد، شريف صلاح عاد دوليا لاعب دولي. انا فاكر ده كويس جدا. وتحسين ابو السادات كان دوره السنه اللي بعدها. بالظبط. طب انت مع فكره انه الحكم يبقى دولي بالجري بس؟ لا خالص. الجري ده ما هو عنصر من العناصر. نعم. يعني اذا انت حطيت الجري يا كابتن احمد كمعيار، طب ما انت عندك اللغه برضو معيار. نعم. الفنيات معيار. وانا النهارده اقدر اجري وانا مش حكم؟ صحيح. ما انا هاجي خلاص اجيب بتوع العاب القوه. نعم. مع احترامنا وتقديرنا، وندخلهم التحكيم ويخشوا حكام دوليين ويجروا 900 لفه والكلام ده كله. نعم. لك لا، اول حاجه في حكم ولا ما فيش؟ هنا ابني عليه. اللياقه البدنيه مهمه جدا طبعا. ده شيء طبيعي. نعم. لكن انا هنا ببني على الحكم. انا في حكم قدامي ولا ما فيش؟ عندي حكم يمتلك الشخصيه انه يكون حكم دولي، دي نقطه مهمه. نعم. ان انت تمتلك الشخصيه ان انت تكون حكم كره قدم. كل اللي هتعمله في شغلك هتتخذ قرارات 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 تصيب وتخطئ. نعم. وناس كتير هتهاجمك وناس كتير هتسقف لك، واللي بيسقف لك دلوقتي هيهاجمك بعد 3 ثواني لو حسبت عليه قرار مختلف. فبالتالي انا دايما بقول مقوله شهيره، الحكم الذي يمتلك شخصيه قويه يقدر يدير اي مباراه يا كابتن احمد حتى لو عنده اخطاء تجاوزت 70%. يا سلام. طبعا. نرجع في ذلك للكابتن محمد حسام رحمه الله عليه. طبعا طبعا. وكولينا الايطالي. نعم. الراجل كان ببصه، والكابتن محمد حسام كان بابتسامه معينه. صحيح. وقوه شخصيه. نعم. كل واحد له فلسفته. لكن الجري هو نقطه مهمه جدا جدا، لكن ما هوش لوحده. طبعا. كابتن في معايير كتير. ايه مشكله التحكيم في مصر؟ ممكن حضرتك وبس الله يبارك لك. حاضر. عشان خاطري اتفضل، عشان الحوار يكمل على خير. زي الفل. ما تقوليش كلام الانشا. لا انا ما قلتش انشا. قول لي 1 2 3 4 دي مشاكل التحكيم في مصر.
طب وانا قلت انشا من شويه، ما قلتش انشا والله. لا ده انا بقى احنا بنتكلم بقى على ده، احنا دلوقتي دخلنا في لا هكلمك بكل صراحه. نعم احنا المنظومه الاضعف في كره القدم كلها انشا، دي مش انشا، المصحف انشا، والله العظيم ما انشا، وحياتك عندي انشا. طب يعني التحكيم هو المنظومه الاضعف في مش عارف ايه كلها. ليه المنظومه الاضعف يا كابتن احمد؟ ايوه ما الحاجات كتير. واحد، ما فيش اهتمام من الاتحاد المصري لكره القدم على مدار التاريخ، على مدار العصور. تمام. مش الاتحاد المصري الحالي. تمام. اللي فات واللي قبله واللي قبله واللي قبله. اه. ما فيش منظومه، ما فيش اتحاد بيهتم بالحكام، بيهتم بمشاكل الحكام، بيهتم بفلوس الحكام، بيهتم بتدريب الحكام. انا شفت معسكر للحكام الاماراتيين في تركيا، والله انا حزنت. تركيا. في تركيا طبعا، وقبل السنه اللي قبلها كانت في المانيا، واللي قبلها كانت في المغرب. ماشي، دول امكانياتهم عاليه. لا يا فندم، احنا عندنا امكانيات. احنا حضرتك صرفنا 70 مليون جنيه على اتنين اجانب، لو حضرتك وانت مقر بده معايا. نعم. ان الاتنين ما فادوش. على كلاتنبرج وبرير. على كلاتنبرج. انا قلت ان كلاتنبرج لو كان استمر، لو كان مقيم في مصر او كان مستمر، كان هيبقى ناجح جدا. لانه عنده شخصيه. عنده شخصيه، ده بالزبط. كلام صحيح. نعم. لكن هو ما كانش موجود. صحيح. هي دي كانت مشكلته، ومشكلته ان هو دايما لكن عايز. لكن هو كان كويس جدا. شخصيته كانت قويه جدا. نعم. وعنده ثواب وعقاب، والحكام كانت بتخاف منه، ودي نقطه مهمه في الاداره. كانوا بيخافوا منه. طبعا. الحاكم لازم يخاف منك، انت كمسؤول، الحاكم لازم يعمل لك حساب. لكن ما تبقاش بهلله. ايه اللي مشى كلاتنبرج؟ لا، مشى كلاتنبرج حضرتك عارفه، اللي هي المشاكل اللي حصلت بين رئيس نادي الزمالك. خلينا نتكلم بصراحه، رئيس نادي الزمالك. لكن رئيس نادي الزمالك كان فيه هجوم شديد جدا على مارك كلاتنبرج. مارك ما استحملش ده. نادي الزمالك السابق. السابق. نعم. طبعا. حصل مشاكل كبيره جدا، وتناوله في الاعلام بشكل كبير جدا. الراجل حصل له مشاكل اسريه فعلا. طبعا. لكن انا يعني الناس كانت اتهمتني ان انا، يمكن كان هنا كمان حتى في قناه النادي الاهلي، قالوا ان انا طفشت كلاتنبرج. ده ما حصلش. يعني انا لا املك هذه القدره ان انا اطفش كلاتنبرج. يعني انت هنا تبدي اعجابك بكلاتنبرج، بس انا قلت تتحفظ انه مش ما كانش موجود. لو متواجد يا كابتن احمد صدقني كان هيضيف كتير جدا للتحكيم المصري. هل لو عاد كلاتنبرج واقام في مصر يكون طوق نجاة لما يحدث من مشاكل التحكيم في مصر؟ ممكن. ممكن. طبعا. بس يقعد في مصر. لو عاد بريرة؟ لا. 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 طيب انت خلينا بس اتكلم على مشاكل الحكام. تمام. ايه الاسباب وبعدين نبقى نرجع على خلافك مع بريرة. ما انا بقول لحضرتك احنا الحلقة الاضعف، ده مش انشا والله. ماشي طيب. الحكام بتتضرب، وبتروح مباريات بتتضرب في الاقاليم، وبتتضرب هنا، وتلاقي العقوبات 8 شهور والتوصية بالشطب، وتلاقي بعد 3 4 ايام عضو مجلس مش عارف ايه، ولا عضو مش عارف مين يعرف مين، العقوبة اتشالت. ويرجع اللي ضرب الحكم يضربه تاني. ادي عندك مشكله كبيره. طب مش ضعف من اللجنه؟ لا، من الاتحاد الاول. اللجنه طبعا، من اللجان طبعا. اللجنه المؤاخذه اللي بيرقصها طبعا فتاكه. صحيح. ما حدش يقدر يقول له كذا. بس طبعا. بس انا باخد قوه القرار من مين؟ من مين يا كابتن احمد؟ قوه القرار اللي انا باخده محمد معروف اتهتف له في الامارات فتاكه قد كده، مش كده؟ يعني عايزين بس تبقى الدنيا ماشيه صح. انا كمان انا عايز احافظ على شخصيه الحكم. ما هي دي العقوبات. انت النهارده الحكام، يعني اديك مثل بسيط، حكام بيعتدى عليها في مباريات، وتبص تلاقي مفيش عقوبات، تلاقي الحكم مستاء. تلاقي حتى بالحكم هيعمل ايه؟ الحكم كتب تقرير، مش هيروح يضرب الراجل اللي اعتدى عليه ولا اللي عمل له مشكله. لا، الحكم اتزق، الحكم اتضرب، الحكم تلفظ. اكتر الحاجات اللي عجبتني في محمد معروف لما تم الاعتداء عليه في الماتش بتاع نهضه بركان وبطل ليبيا، وانه ما استناش. صحيح. ما انت جاي تضربني، مش هستناك تضربني. لا، وانا هقول لك اديني خد التاني. لا، محمد تصرف صح. طلع بس شفت فتاكه هنا. شفت بقى ده شفت عقوبات كاف عامله ازاي يا كابتن؟ ضعيفه جدا. لا بالعكس. لا، ما كانتش قويه. ليه ده 8 شهور سنه و8 شهور؟ 8 شهور ولا 8 ماتشات؟ لا يا فندم، في 8 ماتشات بس في سنه وفي 8 شهور وفي 6 شهور. لا 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 لا، يبقى كويس فندم. كاف، انا كنت بسال في احد المباريات، قلت المباريات دي اللعيبه هاديه عشان دي تحت مظله كاف. يمكن حضرتك شفنا العقوبات الاخيره اللي وقعت على نادي الزمالك في ماتش سوبر، عقوبات كبيره جدا. يمكن هي الاكبر في تاريخ كاف. بسبب ايه؟ ان كاف عنده لوائح وعنده نظم وعنده. احنا هنا يعني حضرتك كابتن توفيق، اتفضل. حضرتك مسكت نائب رئيس اللجنه لفتره مش طويله. مظبوط. طب ما عدتوش حطيتوا لائحه؟ يعني ما هو انت بتكلمني وانت كنت مسؤول. طب ما انتوا ما بتقعدوا يا جماعه بتحطوا لائحه يا جماعه بتوع الاتحاد، رئيس الاتحاد سواء سين صاد عين كاف لم ايا كان، ادي لائحتنا وافقوا عليها عشان نشتغل. يا فندم لائحه المسابقات ما هي موجوده،
ما انا باخد من لائحه المسابقات. ماشي. لائحه المسابقات تقول لك لو لعيب تم المسابقات طبعا يا جماعه نعمل 1 2 3 4. ايوه يا فندم ده حصل تمام. يا كابتن احمد كتير وانا كنت بنفسي بحضر المسابقات. جميل. وبقول لك بامانه شديده والكابتن ياسر رأفت كان موجود وكنا بنقعد نتناقش والراجل كان من اشد الداعمين للحكام. كان في بعض العقوبات اللجنه توصي. ياسر رأفت كان مسؤول مسابقات في القسم الثالث والثالث حد كويس. اوكي تمام. والحاج سيد بخيت طبعا وناصر وكنا بنقعد مع بعض على الترابيزه وكانوا لازم يحضر ممثل من لجنه الحكام. انا كنت بحضر بنفسي عشان انا ايدي تقيله بصراحه. فانا كنت الاقي العقوبه تم الباسك على الحكم اللي هي مثلا 4 ماتشات رغم ان اللائحه بتقول كذا كذا كذا. انا بدي الحد الاقصى اقول له انا اسف انا عايز الحد الاقصى اللي هو 8 ماتشات. طبعا 8 ماتشات 6 ماتشات حسب اللائحه ما بتقول. فتلاقي بيستعملوا الرأف. بيستعملوا الرأف. مش بقول كلهم بتحصل في بعض الاوقات لكن كان موجود الكابتن ياسر رأفت الحقيقه وكابتن ناصر وكلهم الحقيقه كانوا دايما متضامنين مع الحكام. بس في الدرجات الادنى بتبقى مستخبيه. تعال لي على التقولات بقى اهلي وزمالك وبيراميدز ومصري واسماعيلي واتحاد بتلاقي بتبدا القصه يعني كل شويه تقل سيكا. يعني دي احنا ما كناش بنحضر فيها الحقيقه. انت بتلاقي العقوبه لا ما فيش لجنه بتجتمع. ما فيش بالظبط كده. ما كانش في لجنه بتجتمع. فبالتالي احنا ما كناش بنحضر ده لان ما فيش لجنه بتجتمع. لجنه كانت بتجتمع مصمم عليه تعمل لجنه طبعا تجتمع كل يوم اثنين تطلع تقرير يبقى في محضر للجلسه يتقال ده كان طبيعي. بس في نقطه عايز اوضحها لحضرتك. انا كنت موجود بس انا مش الراجل الاول. انا مش صاحب القرار. سانتا المصري. انا مصري بس في راجل اجنبي. مش كده في 2 اجانب جم ورا بعض. الفتره اللي ما بين الاثنين الاجانب ترأس اللجنه محمد فاروق وانا كنت النائب بتاعه. لو حضرتك فاكر الموسم ده الحمد لله رب العالمين موسم تحكيمي انا في اعتقادي انه كان ناجح درجة كبيرة. لحد اخر دقيقه في الوقت الضايع يا كابتن احمد. مباراه رائعه عملها محمد معروف اسوان والداخليه. اسوان نزل في الوقت الضايع مظبوط حصل ومحدش اعترض محدش اتكلم. وفي اسوان اللي فاز بالبطوله ما فيش اللي تحته ما فيش اعتراض. اللي نزلوا ما فيش حد اتكلم. فعملنا بطوله عملنا ادارنا مسابقه كويسه. شايف انه عدم الاستمراريه بيفرق. احنا دلوقتي ايه عاملين ايه زي طير في السماء كده كل شويه لجنه 6 شهور لجنه سنه لجنه مش عارف ايه وتغييرات وشيل فلان وحط فلان وهكذا. شايف انه عدم الاستقرار وعدم الاستمراريه عامل نوع من انواع القلق. حضرتك باركت من شويه للكابتن اسلام الشاطر. هو لعيب عظيم واداري عظيم وكان طبعا موجود في قناه الاهلي وحاجه محترمه جميله طبعا. تاخذ قرار من الاتحاد المصري لكره القدم بتعيين كابتن اسلام الشاطر. طب ليه ما تاخذش نفس قرار بتعيين فلان الفلاني رئيس لجنه حكام؟ مش كده برضه؟ يعني الاتحاد لم يسمى رئيس لجنه الحكام لحد اللحظه اللي بتكلم حضرتك فيها دي. فانت ازاي بتاخد قرارات في حاجه وده ما تاخدوش قرار هنا؟ القرار يا كابتن احمد لما اكون انا رئيس لجنه. شوف حضرتك انا قلت لحضرتك ايه من شويه. حضرتك بتقول لي انت ما عملتوش لائحه. قلت لك انا مش صاحب القرار. انا راجل بشتغل في 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 حته معينه عندي صلاحيات وعندي حدود. مش انا الكل في الكل في اللجنه لكن في ناس مسؤوله. انا بوصي دايما كنت بوصي يا كابتن احمد وبتكلم وبتكلم الناس بكل امانه. اقسم بالله العظيم بكلم الناس بكل امانه. هم مش عايزين يسمعوا. هم عايزين يعملوا في دماغهم. عايزين الناس تهز دماغها وانتهينا. اسالك سؤال وتجاوبني بعد الفصل. طبعا. استقلت ام اقلت؟ تمام. وليه؟ تمام. بعد الفاصل اسمع الاجابه من كابتن توفيق السالكي. في فرق كتير بتتظلم وفي فرق بتتجامل والكلام ده كان واضح اخر يعني سنتين. انا شايف ان السوشيال ميديا بتزود قوي في نقد الحكام. محتاجه تتطور. في ماتشات بتلاقي فيها ضربات جزاء وهميه، ضربات جزاء ما جت من غير اي حاجه خالص، وفريق كذا فرق بتاخد كذا بوينت من غير اي مجهود في الدقائق الاخيره. الخبير الاجنبي هيضيف للدوري المصري وهيعلي من كفاءه الحكام اللي موجوده. لازم خبير اجنبي. انا حاسس اجنبي افضل. والله هو المصري مش وحش، مصري كويس برضه. لا يعني لازم نعتمد عليه والا عندك الدول بره بيستفيدوا منهم. حد اجنبي كويس ويكون فاعل، مش حد اجنبي جاي سوري يعني جاي له عرض انه هياخد فلوس وكده. على راس المنظومه لازم انسان يبقى مصري. هي مش المشكلة في منظومة التحكيم يبقى في حد مصري أو أجنبي، أعتقد المشكلة أكبر من كده بكتير من اتحاد الكرة نفسه، يعني الموضوع أكبر من فكرة بس لجنة الحكام. لا حكام أجانب. حكام أجانب من الصبح. أجنبي بما إحنا شفنا المشاكل اللي بتحصل السنين اللي فاتت فلو يقدر يجيب خبرته من بره وكده هم كانوا سابقيننا في الحتة دي بكتير، فطبعًا يقدر يفيد الحكام اللي هنا وبعدين نقدر نبني منظومة اللي هي تبقى بعدين بحد مصري يعني بمعنى أصح.
حط الرأي العام، بس قبل الرأي العام هتجاوب لي على السؤال اللي سألتك قبل الفاصل، أقلت أم استقلت؟ لا استقلت. استقلت. أقول لحضرتك الظروف اللي يا ريت. قعد معايا مستر بريرا وقال لي توفيق أنا الشغل بتاعك اللي أنت بتعمله أنا اللي هعمله السنة الجاية بنظام معين. قلت له براحتك رئيس اللجنة واعمل اللي عايز تعمله. قال لي وأنا هفكر في يعني ازاي هحطك في شغل جوه اللجنه، انا في حاجه اعملها لك يعني. انا الجو العام يا كابتن احمد ما كانش عاجبني نهائي يعني. مش عاجبني نهائي، انا قلت في مشاكل كبيره جدا جدا هتحصل وحذرت منها وقد كان. نزلت تحت الاستاذ جمال علام وهو موجود الاستاذ جمال علام وقلت له استاذ جمال الراجل بيقول لي 1 2 3 4 والكلام ده كله. قال لي طيب انت مدير لجنه الحكام استاذ جمال علام. نعم. وموجود الراجل وكان قاعد سياده اللي هو مشهور شخصيه محترمه يعني. طبعا. قال لي انت بالنسبه لي موجود معايا، انت موجود معايا في الحكام لو سمحت. انا هقعد مع الراجل ده نص ساعه ما تمشيش. وانا بامانه يا كابتن ما كنتش قادر يعني لا انا الاجواء دي ما انا قعدت 7 سنين رئيس لجنه حكام القاهره. مزبوط. اللي هي لا تقل، عملت فيها شغل محترم الحمد لله رب العالمين. لا تقل عن اللجنه الرئيسيه. نعم. ما زهقتش ولا مليت. ليه؟ لان انا كنت صاحب قرار. باخد قرار معايا لجنه محترمه. كنت متطوع. متطوع طبعا. نعم. ما يعني عملنا شغل محترم انا واللجنه كلها يعني كل اعضاء اللجنه الموجودين، كابتن جيمس حنا، كابتن احمد ابو رحاب، كابتن خليل حامد طبعا. نعم. حضرتك استاذنا. انا مسميه اخر رجال المحترمين طبعا الحقيقة. طبعا. وكابتن عز الدين شاهين السكرتير ومجموعه كان مجموعه عاملين شغل رائع. نعم. الاتحاد المصري لجنه الحكام الرئيسيه اختلف الوضع كتير جدا. ما انت الموضوع متفرق. انت مسؤول عن القسم الاول رغم ان انا كنت رايح اتحاد الكوره ماليش علاقه بالتعيينات. كنت رايح كمدير لجنه حكام. فجاه لقيت نفسي بعمل كل حاجه في اللجنه. ايوه. كل حاجه بتيجي عندنا. ايوه. حتى الهجوم على عليك انا. نعم. مش عارف ايه انا 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 ما عنديش مشكله. نزلت الاستاذ جمال الراجل مشكورا قال لي لا انت موجود معايا مالكش دعوه بالراجل ده. قلت له بس خلي بالك انا في رساله لازم اقولها لكم. الراجل بعيد كل البعد عن اداره التحكيم المصري. الراجل فنيات مفيش. ودرج شاطر. عمل شيل سيستم. والتصنيف والتصنيف يا كابتن احمد خلي بال حضرتك. حضرتك عارف ده كويس جدا ان التصنيف اوريدي موجود. نعم. بس غير معلن. نعم. يعني ما انا عارف كل حكم هيلعب ماتش ايه يعني كل. نعم. حكم معروف هو امكانياته ايه والماتش بتاعه ايه. فبقى انا حذرت من النقطه دي. حتى هو انا بقول لسيادتك اول مره الكلام على الهوا. نعم. ان هو في بعض الناس كنت بعد ما خرجت من اللجنه كل ما واحد يجي يقول له انا هو مش في التصنيف يقول له كابتن توفيق شالك. لا يا راجل. والله انت كنت ضد التصنيف اصلا. ضده وما عملتش حرف بايدي. نعم. ما عملتش حرف بايدي. وبعدين هنروح بعيد ليه؟ ما هو كده كده رجع كل الحكام اللي كانت موجوده في الدوري الممتاز هم ما عدا 2 3 هي دي كل القصه. لكن انا لم اشارك في هذا التصنيف وده كلام واضح. فاستاذ جمال علام قال لي كذا فقال لي ما تمشيش استناني هقعد مع نص ساعه اكلم. لو حضرتك فاكر انا نزلت من اتحاد الكوره حضرتك انا كلمت حضرتك او حضرتك كلمتني. انا كلمت. مش كده. نعم. قلت انا مش هقدر اكمل يا كابتن نصر انا هستقلت. ده اللي حصل بالتفصيل. استاذ جمال علام موجود. طيب. الراجل والكلام ده كله يعني. قبل ما اخد مكالمه مهمه معايا ايه اللي وصلنا ان كل الناس يقول لك اجنبي 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 فيما نظر اللي بيقول مصري؟ ما هو بص يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو. احنا عندنا حاجتين مهمين جدا. احنا من امتى بنقول اجنبي؟ من سنتين مش كده؟ نعم مظبوط. بقى لنا قرون. نعم. في المصريين. واداروا بكفاءه عاليه مش كده برضو؟ بعضهم وبعضهم. نعم. انا بقول بعضهم وبعضهم طبعا. نعم. ده شيء طبيعي يعني. هنا لما بتجيب مدير فني اجنبي يا كابتن احمد لفرق. نعم. لمنتخب مصر بيتعامل مع كام لعيب؟ 25 30 يختار ويصفي ويعمل. انت النهارده عندك المنظومه التحكيميه فيها 6000 حكم. هل الخبير الاجنبي انت هتجيبه فقط للدوري الممتاز؟ لا طبعا. وبقيه الناس تروح في داهيه ولا نعمل. نعم. ايه؟ لا. انت لو عايز تجيب خبير تطوير مثلا. مثلا بتجيب للولاد الصغيرين. للولاد الصغيرين الصاعدين اللي انت احنا النهارده خلي بال حضرتك احنا عندنا ازمه في القائمه الدوليه. حضرتك احنا بنجدد للكابتن محمد عادل وبنجدد لفلان وعلان والولاد الصغيرين. انت كنت ضد التجديد؟ لا مش ضد التجديد بالعكس. انت موافق ان يستمروا؟ طبعا. طالما منين بتقول لي انا عايز اطلع صغيرين ومنين تقول لي انا ما انت بتعمل ما انت بتعمل احلال وتجديد بقى. ما هو انت النهارده امتى دي؟ انا ما عنديش سن بقى لحد سن 87 سنه. مين اللي عمل السن؟ ما هو الفيفا اللي عمل. ماشي. 80 سنه ولا حاجه. انا مش ضد اصلا مش قراري. ليه؟ طالما الفيفا. انا على فكره مش ضد ان بالعكس. انا فاهم طالما الفيفا سمح محترمين. ودي لوائح والفيفا. بيقول لك الناس دي يعني انا اقول بس انا هطلع حكم صغير. طب انا اقول لحضرتك على حاجه. مستر بريرا كان عايز يشيل طارق سامي.
ومحمد حسن هم بتوع الصالات شالهم شالهم. نعم وحضرتك عارف انا اللي عملت الحمل مش كده برضو النهارده بيحكموا النهائي. ايوه نعم. طيب ما هم كام سنه الصالات فبالتالي طالما انا حكم عندي بيلعب في الحته دي قبل ما يطلع الحكم الصغير. لما يكون عندي حكم دولي يا كابتن وما بياخدش ولا مباراه في افريقيا ياخد مباراه واحده طول الموسم لا لازم اشيله. طيب يا كابتن هو ده سؤالي. ما قلتش حاجه على فكره ده سؤالي يعني بس خلي بال حضرتك ده اعتراضي. طب انت الحكم الجديد اللي هتحطه عبال ما يتعرف في الفيفا والكاف ماشي اوكي ما يقعد له سنتين ثلاثه برضه ما ياخد بس ما انا ما 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 احطش واحد اكسباير. لا مش واحد ما بيلعبش خالص يعني عادل الاولى هو لعب البطوله الافريقيه اللي فاتت لعب سيمي فاينل وغيره لعب وهكذا لكن في ناس ما بتلعبش خالص ظلما وعدوانا ان انا بقى احرم واحد من فرصه. ماشي ما انا مش مختلف معاك بس انا لما بدخل حكم انا بدخل حكم الحكم ده عبال ما يتعرف في الفيفا والكاف ما عايزه 3 4 سنين كل الدنيا كده يا كابتن. طب والحكم الموجود ما سنه صغير. لا انا بتكلم على من تخطى يعني انا موافق انه ياخد له كمان سنه دولي ما عنديش ادنى مشكله تمام لكن ابدا اجهز ناس وبعدين انا ما احطش حكم دولي معلش انا بتكلم معاك كضيف. لا لا اتفضل انا بعتذر لضيفي اللي على التليفون حالا يعني انا النهارده ما ينفعش احط دولي يقول لك اصل ده من الصعيد عشان رئيس الاتحاد وده من الوجه البحري عشان نائب رئيس الاتحاد وده من مش عارف منين عشان القناه عشان عضو مجلس اداره وده من اسكندريه ما دي كارثه كده بتمشي كده يا كابتن يا باشا كلهم يجوا من القاهره ولا من طنطا ولا من انت فاكر حضرتك ان كان في سنه من السنين نعم. اعتقد ان بتاخدني ذاكرها كانت القايمه 9 باين مش كده برضو كان في مسابقه من القاهره تقريبا نعم. كان الكابتن جمال كابتن احمد عوده كابتن ناصر عباس كابتن رضا بلتاجي طالما كويسين انا يعني يعني هنا المشكله ان احنا بنصنف المحافظه نعم. لازم نعملها توازن ده مش مفروض حتى المدربين بيعملوا كده مش المفروض يا كابتن طيب. مش المفروض خلينا نخش في قلب المشكله ونرحب بالكابتن سعيد حمزه حكمنا السابق وسعيد حمزه انت عارف انه ايه الدنيا معاه ايه شغاله الله ينور يعني على السوشيال ميديا كابتن سعيد مساء الخير تحياتي ليك يا كابتن شوبير وعوده حميده كانت الاعلام الرياضي كان ناقص نظر المدرسه ورجع نظر المدرسه لمكانه الطبيعي اشكرك كابتن اهلا بحضرتك وتحياتي الكابتن توفيق السيد لحضرتك حبيبي تحياتي للكابتن توفيق السيد احد رموز التحكيم المحترمين في مصر دايما وابدا انت تشتهر بالهجوم مش عاجبك حاجه انتقاد طول الوقت وهجوم لازع بشكل صعب جدا ايه هي طلباتك ايه هي المشكله بص يا كابتن شوبير يمكن بعض الناس لما يبقى في موقع المسؤولية أو ممكن يبقى موجود في موقع المسؤولية فيما بعد فبيبقى عنده كيوت في الكلام نعم لكن أنا ما عنديش أي طموح إن أنا أشتغل في التحكيم تاني فبالتالي هتكلم زي ما حضرتك كده بعيد عن الإنشاء ونتكلم على أرض الواقع يلا. عشان نحط أيدينا على المشاكل واحد اتنين تلاتة أربعة عشان نصلح التحكيم المصري واحد اتنين تلاتة أربعة يلا هرجع لكلمة قالها سيادة اللواء الدهشوري الحرب ربنا يديله الصحة إن الحكام جوارح. دي كلمة حقيقية على أرض الواقع. الكابتن جمال الغندور وعصام عبد الفتاح طول عمرهم في صراعات. أنا بقول لحضرتك كلام وأنا في المطبخ. نعم. تقعد مع جمال الغندور، تقعد مع عصام عبد الفتاح اللي بيتقال في السوشيال ميديا وبيتقال على الإعلام غير اللي بيتقال في الغرف المغلقة. تمام. اللي موجود دلوقتي الصراعات بين محمد فاروق وابراهيم نور الدين هو اللي بيحصل من سنين. فالحكام هم اللي اضعفوا نفسيهم. اللي يقول لك الحكام ضعفاء والانديه لا احنا اللي اضعفنا انفسنا بان الصراعات والكرسي كل واحد عايز ياخد الكرسي ويبقى هو المسيطر على كل شيء. نعم. دي اول حاجه. نعم. وعمرها ما هتنتهي ولا هيتصلح حال التحكيم المصري غير لما تيجي ناس صافيه النيه اللي هي تشتغل مع بعض نعم. يعني انا لما اقول سمير عثمان واقول توفيق السيد يشتغلوا مع بعض في حب ما بينهم فالناس هتشتغل بحب كل واحد عايز التاني ينجح ماشي تاني شيء بلس انا كرئيس لجنه لما اقول انا محمد فاروق قبل ما اسافر الامارات ان انا لما ارجع ليا موقف لو ما يتمش اعلان تشكيل لجنتي ويتم اعلان ان انا رئيس لجنه على الموقع الرسمي وانا اتودد برئيس الاتحاد وراح اقعد مع مره واثنين وثلاثه عشان يعلن اسم رئيس الاتحاد فانا اللي اضعفت التحكيم المصري مش الاتحاد مش الانديه. نعم. مين اللي دخل الخبراء الاجانب اللي الناس كلها رافضه وجودها مصر؟ ما نسال نفسينا. ليه احنا عايزين نطورة ونضحك على الناس والاعلام؟ لا، مين اللي دخل التحكيم الاجنبي او الخبراء الاجانب؟ مين؟ مش المهازل اللي حصلت في عهد عصام عبد الفتاح ماتش الاهلي وفاركو وماتش البنك الاهلي والاهلي وكان عصام عبد الفتاح
اللي بيلف على القنوات يقول لك الخبراء الاجانب هم اللي رجعونا لسه سامع على احد القنوات 20 سنه لورا. لا يا عصام عبد الفتاح، انت كنت احد الاسباب اللي دخلت الفرنجة مصر على ايدك انت. لو التحكيم كان ماشي بقوه وما فيش محصوبيات وما فيش وسايط وما فيش ان دوت تبع دوت وكان في عدل في التحكيم كان ربنا هيكرم التحكيم المصري، لكن عشان المؤامات والمحصبيات والوسائط اللي كانت موجوده في عهدك يا عصام عبد الفتاح. وانا بقول طب عشان بس يا كابتن سعيد ما تبقاش الامور شخصيه، انا بتكلم قول لي كابتن خلاص انت قلت نقطه فما نقعدش نزيد فيها بعد اذن حضرتك، انت تمام. بتتكلم انا بكتب وراك، فقول لي قول لي نقاط انت شايف الكابتن عصام عبد الفتاح هو سبب دخول الخبراء الاجانب لمصر في التحكيم، ما بعده؟ عندنا حاجة تانية مهمة جدا. نعم. القائمة الدولية اللي الكابتن توفيق السعيد بيتكلم عليها. نعم. أنا ليه بعمل زي ما حضرتك بتقول اسكندرية فيها نعم. سيد. أتكلم بالأسماء. نعم. قوة الحاج عامل حسين. نعم. في السعيد عشان محمد فاروق لازم يبقى موجود، عشان جمال علام. نعم. حمدي القاضي لازم يبقى موجود عشان محمد أبو الوفا. نعم. ده كابتن مش تحكيم، دي كده شؤون اجتماعيه، احنا كده هنمشيها ربنا يعني يرحمها امال عثمان، كده برنامج حياتي. ربنا يديها الصحه. نعم. ربنا يديها الصحه. نعم. التحكيم التحكيم عايز ناس تشتغل. اللي قالوا جهاد جريشه امبارح ان التحكيم يجي على المحاره، لا انا بزيد من الشعر بيت، التحكيم لازم يجي على الطوبه الحمراء، بمعنى مش اساءه، الناس دي كلها لازم تمشي، الناس اللي اشتغلت وفشلت فشل ذريع في التحكيم المصري لازم يسيبوا الناس تشتغل. سمير عثمان عنده 55 سنه، ياسر عبد الرؤوف عنده كام و50 سنه ويقول لك لسه شباب، الناس دي هتشتغل امتى في التحكيم؟ السؤال هو مفيش السؤال الاخير، هل انت راضي عن تشكيل اللجنه بوجود كابتن فاروق قائما باعمال الرئيس وكابتن ابراهيم نور الدين مديرا فنيا؟ هي فين اللجنه يا كابتن شويه؟ انا اسالك سؤال قول لي. لا طبعا لا. محمد فاروق انا اما انا بقول لحضرتك يا كابتن شوبير انا محمد فاروق انا هو فين محمد فاروق من امبارح؟ ابراهيم نور الدين طلع يهاجم الناس عشان بتقول رايها. ابراهيم نور الدين اصلا ايه خبراته؟ مع احترامي ليه ايه خبراته ان هو يطلع من الملعب؟ ابراهيم نور الدين كان حكم دولي وحكم دولي كبير وحكم مباريات كبيره وحكم مباريات كبيره. لازم يتدرج، انا فاهم لازم يتدرج، ما بقاش انا والله لو حد شاطر ما المانع، ما فيش مشكله يعني لو حد شاطر وكفء ياخد الفرصة. طيب ياخد الفرصة. السؤال هل لديك أقوال أخرى؟ عايز تقول حاجة تانية؟ اه طبعا قول بسرعة. لازم التوقيت دوت يجي رئيس لجنة حكام أجنبي ومعاه المسؤول الفار أجنبي. شكرا جزيلا. تمام، رئيس لجنة حكام أجنبي مسؤول الفار أجنبي، رأيك؟ اتفضل. طيب السنة اللي فاتت كان موجود مستر بريرا. نعم. والنادي الاهلي طلب حكام اجانب لاداره مبارياته في ظل وجود خبير اجنبي. نعم. اذا هنا النادي الاهلي وممكن يجي خبير اجنبي برضه الاهلي يطلب حكام اجانب. ما طب يبقى احنا عملنا ايه؟ وايه المانع يعني؟ انا على فكره مش مهم حضرتك على حاجه. احنا لو جبنا خبير اجنبي في هذا التوقيت يا كابتن احمد هيكون قاعد فين؟ هيكون ما بيشتغلش، ان جميع دوريات العالم بدأت مش كده برضه؟ الاتحاد المصري لكرة القدم ارجى هذا الملف للمجلس الجديد. ممكن يكون في كفاءات وما بتشتغلش عادي، وفي مدربين بيبقوا راعيين وما بيشتغلوش عادي. انا ما عنديش مشكله. نعم. انا ما عنديش مشكله بس. نعم. انا لما اجيب حد يعني انت لو هو عندهم استراتيجيه وعايزين يجيبوا خلاص الخبير الاجنبي يجيبوا، ما عنديش مشكله، رغم ان انا معترض على ده. انت معترض؟ اه طبعا معترض. نعم. معترض لان انا قلت زي ما قلنا عندنا كفاءات كبيره جدا جدا، ولسه حضرتك بتشيد بابراهيم نور الدين. انا برضه هختلف مع سعيد في نقطه مهمه. الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز هو رئيس لجنه حكام كاف. اه بالظبط. نعم. ويعني ولا ورئيس لجنه حكام جنوب افريقيا. هو نائب رئيس لجنه حكام في الكاف. بالظبط، ونائب رئيس لجنه حكام في الكاف ورئيس لجنه حكام في بلده، وهو لسه مبطل السنه اللي فاتت. نعم. فما فيهاش مشكله لو ابراهيم كف، وانا شايف ان ابراهيم الفتره اللي فاتت دي عمل شغل على مدار شهرين او ثلاثه ما اتعملش من 20 سنه. بس في مصيبه. اتفضل. ابراهيم وفاروق التصريحات عكس بعضها. لا ما هو ده مش مظبوط يا كابتن. اول حاجه موضوع التلفزيونات ما عندوش موضوع الميديا وموضوع البرامج، لا ما فيش الكلام من ده. يعني لو حضرتك لاحظت الموسم اللي انا كنت متولي فيه، انا مش بدي مثلا ولا حاجه، ما فيش مره انا طلعت عملت مداخله في التلفزيون. في كارثه اكبر. اتفضل. انه في السوبر الحكام لعبوا المباراه ثاني يوم، كانوا في التلفزيون. لا وهيلعبوا ثاني يوم مباراه. وهيلعبوا ثاني يوم مباراه. لا دي كان كارثه، دي حقيقه كارثه بكل المقاييس.
هنا ما انا عشان كده بقول لحضرتك، حضرتك كنا بنتكلم على مين؟ نعم. كابتن محمد حسام رحمه الله عليه. نعم. شخصيه الكابتن حسام كان عامل ازاي؟ هل كان حد يقدر يعمل الكلام ده كله؟ نعم. لا ده مش هل ايام كابتن حسام مثلا او كابتن جمال غندور او كابتن عصام عبد الفتاح، هل ممكن حكم ما كانش يروح المعسكر ويحكم؟ ما فين الكلام ده؟ انا بسال. لا خالص، لا خالص، انسى. اه انسى الكلام ده. ببني على ده السؤال اللي جاي، هل كابتن محمد عادل وما قيل انه لم يحضر المعسكر الاخير وعملوا معسكر تاني ما حضروش، هل كان من الافضل التدرج يعني يلعب ماتش في القسم اللي طبعا تحت؟ طبعا انا متفق مع حضرتك، وده قلت انا. نعم. قلت ان محمد ما كانش مهيئ نفسيا لهذه المباراه. محمد عادل حكم كبير، حكم كبير. نعم. لكن هل هو مناسب للمباراه دي؟ هل هو مهيئ نفسيا انه يدير المباراه دي بعد يا كابتن احمد محمد في القايمه ولا مش في القايمه؟ محمد يروح معسكر ولا ما يروحش؟ محمد ما راحش السوبر ولا يروح؟ نعم. وبالتالي تيجي تدي له اول مباراه في الافتتاح نادي الزمالك، في ناس هتختلف معاه تقول ايه كابتن محمد عادل عنده خبرات. يا كباتن الحكم لازم يكون مهيئ نفسيا. نعم. عشان يقدر يدير المباراه بشكل جيد، لكن بالطريقه دي لا، انا كنت مختلف مع محمد نفسه. نعم. ولازم يحافظ على نفسه، هو نفسه يرفض. نعم. يقول لا يا جماعه، هو محمد عادل حكم كويس للامانه، يعني الحكام الجيدين يعني. طيب شايف انه في صراع ما بين محمد فاروق وابراهيم نور الدين؟ شايف في صراع على من يدير، من يضع التعيينات، ولا كده اللجنه فل الفل وعلى العال؟ لا لا، مش فل الفل ولا على العال. نعم. لا في صراع طبعا. نعم. خلينا نبقى صرحه يعني، مش هنقول في كلام هنقوله ومش في كلام هنقول انشا زي ما حضرتك قلت، لا في. نعم. في هو مش هتسمى صراع، في اختلاف كبير في وجهات النظر. لا صراع يعني انا هسميها كده اختلاف. طيب. في وجهات النظر حضرتك هتسميها صراع، ما فيش مشكله. لو انت موجود في لجنه الحكام كنت هعمل فاصل بينهم ومظبط الدنيا. لا غير الفاصل. لو انت موجود في لجنه الحكام، بتكلم على ماتش الزمالك والبنك الاهلي، كنت هتحمل مسؤوليه انت حضرتك اهو تاني. كابتن توفيق قال انه الاثنين بينالتي بتوع البنك الاهلي مش بنات، بس ده راي فني في الاخر. بالظبط. المشكله كانت في البينالتي اللي اتحسبت على نادي الزمالك، ان هنا لا تحتمل الراي الفني. بالظبط. صح ولا انا صحيح؟ لك صحيح. طيب هتحمل مسؤوليه لمين؟ للكابتن محمد عادل ولا الكابتن محمد ميدو سلامه؟ لا انا كان المسؤوليه الاكبر على الكابتن محمد عادل. محمد عادل طبعا. نعم. ما انت حكم، وانت اللي تاخد القرار النهائي. نعم. هو النهارده مين اللي بياخد القرار النهائي في المباراه يا كابتن؟ يعني النهارده انا محمد سلامه ميدو، والله الراجل شاف حاجه معينه فجاب الراجل قال له كذا. نعم. انا النهارده القرار النهائي هو الحكم المباراه. انا اللي اخد القرار، حسبت او ما حسبش او اصر على قراري، هو ده الموضوع. نعم. حصلت في مباراه الاهلي وسيراميكا، خالد جمال الغندور استدعى الحكم محمود بسيوني على وجود احتماليه مخالفه قبل احراز طاهر محمد طاهر هدف الاهلي. نعم. طلع محمود بسيوني شافها قال له لا، قال له لا ما خدش 20 ثانيه واصر على قراره. مظبوط. فاذا هنا القرار النهائي الحكم المباراه. هل انت من انصار انه الحكام يتنوروا ويتلمعوا وكل شويه يطلعوا في التلفزيون خالص، حكم ساحه ولا حكم فار ولا يقرب من ناحيه الميه ولا يمشي جنب القناه؟ يقول لك هيتكلم عن نفسه وعن تاريخه وعن هيتكلم بعد ما يبطل يتكلم. بعد ما يبطل حضرتك، بس هو مش من حقه برضه انه يقدم نفسه انه الناس بعد الموسم يعني. حضرتك ما الناس شايفاه في الملعب يا كابتن. 50 60 الف ما بيشتموا الحكام يعني. نعم. الحكام ما شاء الله معروفه من الحته دي كابتن يعني. لو انت حكم وحاسس انه في حد قوي في اللجنه ضدك، وعشان اكون انا ما بحبش الانشا اكثر وضوحا يعني، محمد عادل او كابتن محمد عادل يشعر تماما انه كابتن ابراهيم نور الدين كان يريد اقصائه من القائمه الدوليه، وان اللي وقف معاه كان محمد فاروق، هل ده يؤثر على اداء كابتن محمد عادل؟ هل يؤثر على ثقته في نفسه؟ طبعا طبعا طبعا. العلاقه بين بين الحكم والمسؤول لازم تكون يعني. لو حضرتك رجعت، انا مش عايز اضرب كل شويه مثل بيا، لا يضرب، بس عايزك تتكلم الحكام في الفتره اللي انت وليت فيها كانت علاقتي عامله ازاي بالحكام بما فيهم محمد عادل؟ نعم. انا كنت مصاحب الحكام يعني. انت بتصاحب الحكام وتكلمه جاهز؟ اخبارك ايه؟ طب هتعمل ايه؟ طب هتيجي امتى؟ طب هتتمرن ايه؟ كان بيحصل. طبعا هم موجودين هم كلهم. شايف ان الافضل الفصل بين ابراهيم نور الدين ومحمد فاروق، واحد منهم يتولى رئاسه اللجنه؟ لا بص هقول لحضرتك على حاجه، لو انت جيت من البدايه كاتحاد مصر لكره القدم وقلت محمد فاروق رئيس لجنه الحكام للشؤون الاداريه وابراهيم نور الدين رئيس اللجنه الفنيه، خلاص الموضوع بقى واضح. انا كده بقى كنت هطلع اغني لك اقول لك المركب اللي فيها رئيسين تغرق. ما هي ده، ما خلي بالك مفيش حاجه لها رئيسين. اسمعني يا كابتن، اسمعني اسمعني، اقول بس حاجه. أقول انا ما كملتش والله، ما كملتش. هو بوساكا وكولينا مش في الاتحاد الدولي الاثنين؟ ماشي. بوساكا وكولينا مش كده برضه؟ نعم. مش في كل واحد عارف شغله فين؟ هناك ثقافه مختلفه. طب ما كابتن جمال الغندور هو من استحدث المنصب المدير الفني، مش كده برضه؟ حضرتك كنت موجود مدير كان ايام الكابتن محمد حافظ. انا موافق جدا على مدير فني، مش كده برضه؟ ما عنديش مشاكل خالص، بس طب ما اتكلمتش. فانا بقول لك انا بتكلم انه
ممكن مدير فني يبقى على علاقة وثيقة وتعاون رائع مع رئيس اللجنة. هو لازم يتعاون. وممكن هو دول بيتعاونوا؟ لا. طيب ما انا بقول ما انا بقول لك الحقيقة لا. الأفضل صريح. الفصل؟ الأفضل واحد يستمر؟ الفترة اللي جاية؟ ها؟ همشي مع الرأي ده. بس أنت دلوقتي بقيت مؤيد لخبير أجنبي رغم أنك كنت ضد بس. لا أنا مش مؤيد لخبير. مش مؤيد حتى هذه اللحظة؟ لا لا خالص. لا خالص. رافض تماما. أنا بقول لحضرتك بأمانة شديدة. أه حتى لو جه خبير كويس. ما هو انت لو هتجيب خبير كويس هيتعامل مع سيد ما احنا جبنا خبيرين هل المردود يقول ان احنا نجرب لثالث مره هل برضه يا كابتن احمد في نقطه عندنا مهمه جدا سعيد حمزه قال جمله قال سمير عثمان قال ياسر عبد الرؤوف تامر دري رئيس لجنه حكام لبنان لو حضرتك طبعا عارف طب الكفاءات دي ليه ما بنديهمش الفرصه زي ما بنديها للاجنبي ليه ما بنساندهمش بندوب الاجنبي شايف اي حد منهم ممكن يدير اللجنه بكفاءه طبعا عندي ياسر عبد الرؤوف يدير وطبعا سمير لو ما كانش هيكون موجود عضو مجلس اداره او مرشح نفسه لعضو مجلس الاداره سمير يقدر يدير هو طيب. وياسر كمان قبل ما اخد السوشيال ميديا احنا عندنا تاهيل علمي تاهيل حقيقي للحكام ولا اي كلام لا نص نص يعني ما فيش امكانيات كبيره أو. ايه هي ايه الامكانيات ورقه وقلم ومرايه مثلا لا مش ولا قلم ومرايه امبارح الحكام كانوا فين كانوا في احد الفنادق في مدينه نصر ابراهيم عمل مجهود يشكر عليه جدا 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 كلم الجماعه بتوع الكاف الاجهزه موجوده بتاعه السيميليتور عملوا سيميليتور هناك في 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 في, في الفندق على اجهزه الكاف الكلام ده مش موجود عندنا فانت بتغزر برجل مش عارف ايه كده زي ما بيقولوا يعني انت النهارده خلي بالك عندي مشروع الهدف ده قول لي انت مشروع الهدف يا كابتن احمد لما اتعمل يا نهار ابيض لما اتعمل حتى ما فكروش يعملوا فيه تراك ده في عشان لا ده في نقطه عشان اختبارات الحكام مش كده برضو تراك بدل ما نروح نشحت من نادي النصر ولا تونس لقيت مبنى كامل للحكام انا قلت رحت لحضرتك مبنى كامل للحكام ايوه ايوه في تونس انا كنت وملعب في زياره كامل للحكام انا كنت في زياره ما بقولش هولندا ولا المانيا ولا فرنسا كابتن احمد احنا بلد كبيره وبلد عظيمه عندنا امكانيات انا رحت الاتحاد الاماراتي برضو عملت زياره الاتحاد الاماراتي ودخلت الغرف بتاعه تقنيه الفيديو بتاعتهم ودخلت دخلت الغرف اللي بتحصل فيها الاجتماعات وشفت الملاعب وشفت الفندق وشفت المطابخ لا الموضوع شايف ان اتحاد الكره بيتدخل في عمل اللجنه الحالي؟ لا 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 وانا موجود الحقيقه ما اتدخلش وما اعتقدش الحالي لا ما انا ما اعتقدش لا ما اعتقدش شايف ان الحكام لا تتوفر لهم الحمايه الكافيه؟ طبعا شايف موضوع الفلوس والتاخير والمشكله اللي بتحصل دي حاجات اضعفت الجهه الاداريه اللي هي اتحاد الكوره تجاه الحكام انك ما بتدينيش فلوس وانه بعد بالسنه ما باخدش فلوسي؟ طبعا لان انا كنت بنزل للاستاذ جمال علام يا جمال بيه احنا محتاجين فلوس الموضوع كده بقى صعب بنقعد بالاربع خمس ست عشر اسابيع ما فيش فلوس للحكام كانت مبالغ كبيره جدا كنا بنقعد نطلع ننزل نطلع ننزل نطلع ننزل والراجل كان الحقيقه كان يعني حسب المتاح الموجود بيطلع الفلوس بيحاول الحقيقه وفي حكام بتسقط وتلعب دي نقطه مهمه جدا العداله ما ينفعش حكم يسقط انا بسال حضرتك ما في حكام بتسقط وتلعب في حكام بتسقط وتلعب طبعا ليه؟ عشان ما فيش عداله ليه؟ عشان ما فيش عداله ليه؟ هتفضل تقول ما فيش عداله اقول لك ليه؟ قرايب نسايب حبايب يعني ما خلينا اتكلم مع حضرتك بصراحه انا ما ينفعش يكون عندي حكم عنده 25 سنه و26 سنه و27 سنه ويسقط في اختبارات اللياقه وابدا بيه المسابقه احطه في غرفه الفار يا جماعه وفي ناس ثانيه شقيت وتعبت وعملت وسوت وتعبت ومش موجوده لا الفار مش لازم يجري اه محمود عاشور اهو كابتن في فرق ما بين حكم زي محمود عاشور خلاص هو مش بيحكم في الملعب لكن انت الحكام دي معاهم رخصه ملعب فلما يسقط في الملعب يسقط في الـ في الـ في, الـ في الاختبارات اللياقه خلي بال حضرتك ما لعبوش طبعا لازم اعاقبه خلي بال حضرتك ده عشان انا بحبه بقول له اعمل كده اقول له ما تلعبوش عاقبه بتتكسفوا من ابناء الحكام انا ما كنتش بتكسف الحقيقه وهم زعلوا مني واللي يزعل مع احترام وتقدير يعني بيجاملوا دلوقتي ابناء الحكام ممكن حتى في النقطه اللي انا قلت عليها بتاعت طبعا انا الناس زعلت مني وانا موجود حضرتك مره سالتني سؤال قلت لي في حاجات انت كنت بتطالب بيها وانت بره ما عملتهاش وانت جوه انا كنت مسؤول عن كل حكام مصر مش مسؤول عن منطقه القاهره وبالتالي عندي يعني بحاول احقق العداله قدر امكاني فبالتالي اللي انا شايفه كنت صح كنت بعمله فالناس زعلوا مني فاللي يزعل مع احترام كل له كل احترام والتقدير بس ما عنديش مشكله يعني. عندك ساعه صدر ترد على اسئله السوشيال ميديا ارد على كل حاجه نروح على اسئله السوشيال ميديا مع كابتن توفيق السيد يلا بينا دي صديقتنا العزيزه اول سؤال دايما بيبقى من الاستاذه هبه السيد او صديقه العزيزه للبرنامج هبه السيد
مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك. سؤالي للكابتن توفيق السيد، امتى هتقدر نقول عندنا تحكيم مصري نقدر نثق فيه ويكون التحكيم بدون اخطاء فادحه، وهل الحل في وجود خبير اجنبي رئيس لجنه الحكام؟ لا، لما نوفر للحكام كل الامكانيات اللي تخليهم نقلل بيهم الاخطاء. نوفر لهم الامكانيات. ماشي، هل الحل في وجود خبير اجنبي رئيس لجنه الحكام؟ جربنا مرتين يا كابتن. جربنا مرتين وفشلوا، حضرتك عارف انهم فشلوا. طيب اللي بعد. امير عادل، مساء الخير على حضرتك كابتن شوبير وعلى ضيفك الكريم كابتن توفيق السيد. سؤالي للكابتن توفيق، هو ازاي حكم يسقط في الاختبارات ايا كانت سواء بدني او فار؟ وفي حكم ممكن يسقط في الفار يا كابتن؟ اه طبعا. والله؟ اه مريض. او اي شيء ونشوفه بيحكم عادي، هل فيه في القانون كده اصلا؟ وايه اسباب استبعاد حضرتك من لجنه الحكام؟ الاخيره دي جاوب عليها، لكن الاولين دول جاوب انت حضرتك. لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش. ما حرام، ما ينفعش. حرام. ده ظلم. اللي بعد. حاسم، ليه الحكم يضحي بنفسه وسمعته عشان ميوله او ارضاء اخرين؟ ده سؤال مهم جدا. ما عندناش حد عنده ميول، ما فيش حد. هو جاوب عن نفسه. ما فيش حد يضحي بسمعته وبنفسه وبولاده وعائلته عشان خاطر يرضى اخرين. زي ما قال سمير عثمان، الحكم لازم يحب نفسه اكتر من اي حد. اللي بعد. عبد الله حسان او حسن، انت ناوي على ايه اليوم ده يا كابتن؟ ربنا يستر. والله ما ناوي على حاجه، ناوي على كل خير يا عم عبد الله. خلينا نكمل شويه. احنا ما فيناش عبد الله عايزين ليه. اللي بعد. طيب اخر سؤال، ام محمد، مساء الخير للجميع. عاوز اعرف من او عاوزه اعرف من حضرتك ايه اللي هيصلح التحكيم في مصر؟ بصراحه مشكله ازليه، ودايما الاهلي بيتظلم من هذه المنظومه، ولا الاهلي بيعترض ودائما بيهتم بشغله بس؟ والله المستعان. لا يعني اللي صلح منظومه التحكيم حاجات كتيره جدا. توفر لهم الدعم تاني زي ما قلت. نعم. توفر لهم الدعم الكامل، توفر لهم الامكانيات الكامله، تدي الناس ثقه، يعني تدي الحكام نفسها ثقه، يعني لازم يبقى قاعد معاهم مسؤول. يعني في ناس كتيره جدا منهم حضرتك لما كنت موجود في الاتحاد المصري لكره القدم كنت تقعد مع الحكام وتعمل اجتماعات مع الحكام. ما كناش بناخر فلوس، مش كده؟ كنا بنجيب لهم اللبس بالظبط، كنا بنعمل لهم تاشيرات كل حاجه. وكنا فاكر موضوع الجونه والطيارات واسوان، الجونه والطيران لاسوان، الحكم لازم. وطلع كابتن سعيد حمزه ده حكم راح بالقطر، فقال لها مع حكم راح بالقطر، طلع القطر الحكم في اسيوط وما رضاش يجي القاهره، ومفيش طياره من اسيوط. مفيش طياره من اسيوط. الامكانيات يا كابتن مهمه جدا 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 لتطوير التحكيم. في فلوس طور التحكيم، بدل ما احنا نصرف 70 80 مليون جنيه على الاجانب راحوا. نعم. انا برضو مصر. مصر طبعا. يعني ده رايي. انا 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 حضرتك انا عارف ان اللقاء بمنتهى الاريحيه. طبعا طبعا. عايز تقول رايك تنتقد؟ انا ما بنتقدش خالص. انا بقول، لا انتقد براحتك. انا بقول انا 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 منحاز للتحكيم المصري، منحاز للاداره المصريه. ولكن لجنه حكام محترمه. نعم. ليها كل الدعم، ليها كل الامكانيات، هتلاقي في تحكيم كويس ان شاء الله. نورتني وشرفتني. شرف ليا كابتن. بشكرك كابتن سيد نائب رئيس لجنه الحكام السابق وحكمنا المصري الاسبق. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل ميرال اشرف مع نادين سلعاوي وكابتن طارق خير.